لو الحكاية فيها إن فيتو فوزي عبد المنعم حسنين خليفة مش لاقي ياكل. قول لهم كده مش لاقي ياكل. جاية هنا النهارده بقبض معاش 337 جنيه وساكنة في شقة ب 300 جنيه، صاحبي البيت هيطلعني منها، وعندي بيت على قضية لها 14 سنة. 14 سنة لها قضية على عثمان من المجاري. أقول إيه تاني؟ جاي لي قرار اخلاء بقى 14 سنه. ما هو حضرتك في الورقه يا قرايه. تمام، هي مش قضيه دي اللي في دي؟ قضيه صدقتي. طيب انت جايه النهارده تعملي ايه؟ باخد علاج ب 300 جنيه في الشهر. تمام، اجيب من ايه 300 جنيه علاج؟ اهو صور لي يا ابني العلاج ده، صور لي العلاج، عندي قلب وضغط وسكر ومرتو، صور لي العلاج اللي انا باخده. مش مصدقين هاتولي دكتور يكشف عليا دلوقتي ويشوف عندي المرض ده ولا ما عنديش. طب ولادك فين؟ لا اله الا الله، ولادي ساكنين، ولادي ساكنين كل واحد بالرمي دينه وربنا وعيالهم في المدارس، مش فايد منهم يدوني. وهم اتنين لسه ما اتجوزوش، اللي كان في الجيش ده ورجله اتكسرت، وابن بنتي اللي انا ربيته في الجيش دلوقتي حاليا في الجيش من رمضان اللي فات، وقدمته للجيش. يعني لو اشتغل ها من اهو مش هتنين. اروح فين؟ يجيبوا لي البوليس ياخدني.